السلام عليكم. في البداية قبل أي حاجة حابب أرحب بكل المشتركين الجدد. آخر شهر اشترك عندي في القناة 60 واحد، بشكركم جميعا وبشكر كل المشتركين اللي موجودين قبل كده، وبشكر كل الناس اللي موجودة عندي على القناة، بشكر كل الناس المتفاعلين معايا، بشكر كل الناس اللي بيشاهدوا في الفيديوهات بتاعتي، وبشكر كل الناس بالتحديد اللي بيسيبوا الإعلان يشتغل للنهاية أو بيسمعوا منه جزء كبير. ده طبعا بيكون دعم للقناة عشان إن أنا أطور في المعدات بتاعتها وأجيب لكم حاجات، يعني دقة الصورة تكون أعلى من الدقة الموجودة. طبعا أنا بقالي شهر تقريبا و10 أيام أو شهر ونص ما نزلتش فيديوهات. ده طبيعي لأي حد يعني بيصور فيديوهات أو منشئ محتوى، لأن بيجي فترة كده وبيجي زي موضوع الواحد زهق خلاص من كتر ما هو بيعمله. والسبب الأساسي إنه طبعا عشان انتوا عارفين طبعا القناة فعالة الأرباح عليها والإعلانات موجودة عليها دلوقتي، بس في حاجة اسمها تأكيد صحة العنوان، وهو جوجل بيبعت لي بريد فيه رقم بدخله في الايميل عشان يأكد الايميل بتاعي او يأكد صحة العنوان وابدأ استلم منه الارباح. للأسف الشديد انا عملت العنوان قطر والبريد قطر وعنوان السكن عملته قطر لاني كنت قاعد هناك، قعدت هناك 12 سنة. ده بسبب الاستعجال، ده بسبب ان انا استعجلت، عاوز كل حاجة كن فيكون. في معظم حياتي او قراراتي تقريبا مستعجل جدا، بس بعد القرار ده صراحة بطلت ان انا استعجل خالص. فانا بقول لأي حد صراحة مش عيب ان انت تتعلم من اي حد، ومش عيب ان انت تسأل مرة واتنين وتلاتة وتستشير اهل المجال او اهل الحاجة اللي انت عاوز تعرفها، لان نتيجة التسرع ده بتكون سلبية زي ما حصل معايا بالظبط. مش عارف اوصل للكود صراحة، يعني اللي عندي دلوقتي انا ليا 3 محاولات، كل محاولة بتكون خلال اسبوعين، بعدها ممكن افعل بالبطاقة الشخصية. وهل ده هينفع ولا لا، لان عامل الدولة غير الدولة اللي انا قاعد فيها، الله اعلم، مش عارف. ده هيبان معايا تقريبا بعد شهر او شهر ونص. وبالنسبة لمحتوى القناة انا اللي عندي دلوقتي صراحة مش عارف احدده. ليه مش عارف احدده؟ من يوم ما عملت القناة اللي عندي دلوقتي عندي 156 فيديو على القناة، اتوقع انه رقم كبير، 156 فيديو، وتصوير الفيديوهات مش سهل خالص بالمرة، واي حد بيصور فيديوهات عارف الكلام اللي انا بقوله ده كويس. انت ممكن تصور فيديو 3 مرات و4 مرات ومش عاوز اقول 10 مرات في لقطة، مثلا ممكن تكون دقيقة او اقل من دقيقة، تمام؟ مش عارف احدد المحتوى ليه، لان انا المحتوى اللي انا بقدمه او الحاجات اللي انا بصورها متنوعة ومختلفة المجالات وبتستهدف كذا فئة عمرية، بس المحتوى اللي هو جاب نسبة مشاهدات عالية معايا اللي هو التصوير الخارجي، لما كنت بصور في الغيط وهم بيعملوا الغلة وهم بيعملوا الرز، لما صورت مرة في لوج في البلد جاب نسبة مشاهدات عالية، صورت برضو مرة في لوج في قطر جاب مشاهدات عالية 6000 مشاهدة، وهنا في مصر في فيديوهات جابت 4000 مشاهدة و10000 مشاهدة. أعلى فيديو عندي جايب مشاهدة 11300 تقريبا، اللي هو في حب مصر ده من سنتين، مع إنه مدته حوالي 45 ثانية. طبعا التصوير الخارجي في الوقت اللي احنا فيه ده صعب طبعا عشان في كورونا، والواحد ما يضمنش الشخص اللي هو هيكلمه او يعمل معاه لقاء هو جاي من فين او مسلم على مين او كان واقف مع مين.
فطبعا الموضوع صعب ان انا اصور تصوير خارجي بره دلوقتي، لان هو ده اللي بيجيب معايا مشاهدات عالية صراحة. فانا في الوقت الحالي هكتفي بالتصوير الداخلي، هنشوف موقف، هنشوف قصة وهنحكيها وهنعرضها على الناس ونستشير مع بعض ونشوف ايه الحلول، ممكن نتعلم من بعض ونستفاد من بعض حاجة. موضوع اليوتيوب ده بحر واسع، اليوتيوب بحر واسع، مش في يعني ما فيش حاجة بتيجي بالسهل أبدا. يعني أنا في أيام قبل ما أفعل الربح ده كنت بطبق باليومين والتلاتة ما نامش، ممكن واحد يصدق وممكن ما يصدقش، بس فعلا ده. وأكد لك على كده كمان إن أنا بصور الفيديو ده الساعة 4 إلا تلت قبل الفجر، لأن الواحد بيفضل طول عمره يتعلم. انت لو عارف في حاجة معينة مثلا 10 معلومات او 20 معلومة مش كفاية، في حاجات بحرها واسع ملهاش نهاية، كل ما تتعلم كل ما هتلاقي حاجات جديدة. وزي ما قلت انا يعني في الوقت الحالي مش هعرف اصور فيديوهات خارجية، بإذن الله ربنا يعدي الأزمة دي على خير ان شاء الله. وعدكو ان هيكون في فيديوهات كتير وشكل التصوير هيكون أفضل وجودة الصوت هتكون أفضل بإذن الله، وجودة الصورة هتكون أفضل، بس ده بدعم الناس ليا صراحة. أنا يعني أنا واخد الحاجة دي مش هقولك هواية بنسبة 100%، هي هواية بنسبة كبيرة تمام. ولكن موضوع تفعيل الربح ده أنا حتى لما استلم منها فلوس يعني مش هخلي الدخل كله ليا، انا هطلع منه نسبة لوجه الله، بس كام هي بالظبط انا لسه مش حددتها، لان عشان استلم الارباح من يوتيوب لازم اوصل 100 دولار، لما اكمل 100 دولار اقدر اطلبهم، 99 دولار ما اقدرش اطلبهم. فانا باذن الله انا نسبة كبيرة من الارباح دي هتكون لوجه الله. فانا بشكر كل الناس اللي موجودة عندي على القناة، وبشكر كل الناس اللي اشتركوا عندي في القناة الفترة الأخيرة. أنا بقالي شهر و10 أيام أو شهر ونص ما نزلتش فيديوهات، بس بشكركم جميعا، وإن شاء الله خلال الفترة الجاية دي انتظروا فيديوهات كتير جدا. وبإذن الله هيكون في الأسبوع هنزل فيديو أو 2 إن شاء الله، مش هنقل عن كده ولا هنزيد. وبإذن الله برضو هحدد المواعيد، يعني مثلا 2 وجمعة، 3 وجمعة، وهنحدد الوقت اللي هينزل فيه، الساعة 3 مثلا العصر، الساعة 5 المغرب، عشان الناس كلها تعرف المواعيد اللي هينزل فيها الفيديوهات والأيام اللي هينزل فيها الفيديوهات، وده هيساعد الناس اللي هي حابة تسمعني تعرف الوقت هيكون امتى. وبشكركم مرة تانية، وإن شاء الله أتمنى الحاجة اللي أنا أقدمها لكم تستفيدوا منها. اكيد انتوا ممكن تكون سمعتوها من 1 و2 و3 و10، بس ممكن تكون زي رسالة تذكير وبفكرك. وبشكركم جميعا، في امان الله.